هبين وناكس اندبانتين بكسو دوا دا برنامج كنا دقيقة ده وراركا تاريخ دوا لبيو طبانكو اكتوبر سنة كلابا دا كون لباتان يسدح دا افريكا دا بارنا ساعدو واسي دي دي في نمو او قوه قضا بدان عوايدين هايو واحا كامي دا مشاقة دا كتاقن مقالة دا قزة او كسي درعيسة اسرائيل هر اي هبين وي قراع عيسى مقالة دا سي ميدت كمان لكالا ديقو ايا للا اي هاي ناو عيادو اسبتالة دا اي بنانة دا اي جيفان مقالة دي قزة اهيدنا واحي نقطي ميل لغو هوغي او هلاك او كدعي ديغان كعيد عيد او سر رسمي شباب كاللوغو لوريغي قدود كي اي كاقوتين اي اللصو بندقي تقال لير كدب ودد لير كدب ما انتو حا الهي نوفو زي سيداد اركيسين ان آن لوريغني قدود كي اي الدفاع منكي عدو اي قدين والله ماشان وانت ما انت ادبان وفرح صنعي انا جا ايو اذا كحوق دلك صوماليات ايو ورك الحكومه الا قلت ذا لاس عانو دور يا طبعا سنه كدب علن كجمهوريه الصوماليا بلوغ لا حد قشنت جيس دحده قوه تايا لا حصي مغالدا وهي اهد ماشي لو لينيه دل يرى الصوماليات مركي علن كقاتان حزبك ودري آذان عروس أيو حكومة الصومالي لن أجديي نن رمية أو جيجا مركوي من لا يابي نقن كما قال هذا يوحي واركي الكلام حلا يا بنا هذا في جيجا وسوا عيني أوك وولي يشرس آذان تصنع الله يا بنا اللي بن عبد الله بلاك الله شجع يونس بين بتجي كريم يضرب عن حبين تني سوغانتا أنكو بلاب إسرائيل إركا يقول كبولي ويكا قراء عيسى مقالة قزة أو هدى النقطة ميل لغو هوغي ميدتك برنانا دا أي داد سيهين نا وعيادة ميل لغو أي لا أي هاي إسبتال دو واد دولا آن لمشاد الرئي فلسطين كوني أفر بقل أي كرو دافتي إسرائيل يدنا وحا لغد دي كوني يسدح بقل بقل يو كنتون محبوس نو والاغا هيا مرايكان كا أوسيدي نقان كوا هيد إسرائيل قرب تاغن حوكو يوه دا رمها دبادة أي تل أفيف تاغي وحو مركلة كو عليي سيدا أي او قرب تاغيهين دولة دا إسرائيل inkasto uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka la ilaaliyo dhinaca kale waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya inay weerartay garoonka diyaaradaha ee dalka Suuriya ee Dimashq qasaare ayaa halkaas ka dhashay inkasto faahfaahin buuxda aanan laga haynin war ka soo baxay dawladda Israa'il waxa ay sheegeen in hadii maxaabiista Hamas ay hayso la siidaayo iyaguna qasa ay u fasaxayaan gargaarka cunnada shidaalka iyo biyaha muqaalada la soo baahinayo oo magaalada qasa ku saarsan ayaa muujinaya in dhulkii uu rogmaday magaaladana burbur xoog leh uu soo gaaray dhaawacyo caruur u badan oo guryaha burburay ku hoos jira ayaa wali jira gurmadku aad buu u yar yahay mashaqadana waxaa lagu sheegay mid ka mid ah aafooyinkii dunida soo maray inta la xasuusan yahay deegaanka ciid ciidka loo yaqaan oo shabeellada dhexe ku yaala marar badanna ay shabaabka ku dagaalamayeen lagana bixin la'aa ayaa hadda si rasmi ah loola wareegay شباب كو قدد اي هالكاسي كا قطين مالما بدان اي ينكو دقا لمايين سيدو كلا عيل بيوت اي بيها كدان سدان اي اوية اللي بل مركو وري آن داوانو قدد كان اي نفي سيدي شباب كلا ساري تلي كارسل انا دو انا دو انا كنت بكلا يوسف انا كنت بكلا هذا بقى نفسي ذن يقدر كان سيدا لولا وريجي تقال لير كدب وضد لير كدب ما توحى إلى هاي نفوس زي سيدا أركيسين إن أن لو وريجني قدرت كي يدفع منك عدو أي قدان والله مشان وانت ما انت ادبا وفرح صنعي انا جا ايو اذا كحوق دلك صوماليات ايو ورك الحكومه الا قلت ذا ايو وعمشان غرسكم سراكيل كله تليا قيبتا تليا قوتا سدحات تليا لقطا سنجوغ اد ايوغنه وحا دعاي اندهوري ايكو اركين واد اركتان ميشانو وقودت كي اوغو اتكاي ابت انسو اركي وحيقو لومنا ايل ديار ده ديار ده
waad aragtay jaranjirtan marka laga baxo dhinaceer wuxuu ku yeel kii dagaalka kan waxa way kii oo isku marka aan xabada weerarka ku soo qaadno oo dagaalku uu dhaco markii aan rabno in la duqayo aan dib uga baxno marka aan uga baxnaba isla markii gudadkan isu gilaayeen marka ilaahay fadligiis maanta gacanta ayaa alla ku cadaabo waa kan difaac mankii aan joognaa ilaah ku mahadsana leena wehgad xukuumadda soomaaliland ayaa lagu eedeynayaa dhul danta guud ahaa inay dad ganacsata ah ka iibisay waxaa ku jira dhulkan meelo kubadda lagu dheelayey xisbiga wadani mas-uul ka tirsan ayaa hadda eedeyn culus u jeedinaya xukuumadda kulmiye ee talada soomaaliland haysa sida labada socotaan beryahanba garoonkii kubadda cagta ee dhaliinta ku yaallay degmada ibraahim koodbuur dhalinyartii halkaa deganayd iyo deegaankuba iyo xildhibaanadii ka soo baxayba way qaylinayeen waxaanad ogeydeen inay lahaayeen garoonka kubad aan ku ciyaarna basketballka ayaana laga iibin waxaan ka shaqaynay in aan xukuumaddu garoonkaa iibin waxaan u gudbinay golaha wakiilada ciddii ku shaqada lahayd sidoo kale waxaanu samaynay xaqiiqa raadin in garoonka in la iibiyey in kale ay sax tahay sidee la wada socotaan garoonkii dhalinta ee basketballka oo ah garoonkii labaad ee basketballka ee ku yaalay caasimadda soomaalilan gaar ahaan magaalo madaxiisa caasimadda hargeysa waa la iibiyey waxa hargeysa ku yaalay garoonka timacadde iyo garoonka dhalinta kii dhalintana waa la iibiyey taasi waxay ku tusaysaa in xukuumadda sii dhacaysa muuse biixi muddada sanadka ka yar ugu haray in ay dalkii gacanta sii marinayso waxaanan u sheegaynaa ganacsatada garoomada iibsanaysa inaan lagaga hari doonin ayaan u sheegaynaa haddii ilaahay idhaahdo lanala xisaabtami doono garoonkan kubadda cagta ee isaguna ku yaalay leenka bileyska ee hore loo iibiyey ee isagana imika intiisii hadhay ganacsatada laga iibiyey garoonka leenka booliisku laba garoon buu lahaa garoon weyn buu lahaa garoonkaa weyn waxaa la siiyey ganacsatadii yaryarayd ee uu ka gubtay suuqa waaheen oo iyadu meherada ka furatay garoonkii labaad ee yaraa ee ku yaalla leenka booliiska ee qiimaha lahaa kiina maanta wuxuu raacay danta guud iyo hantidii imika laga iibiyey ganacsatada waaweyn ee reer soomaalilan ee leenka bileyska ayuu garoonkaasina raacay wahgaad daqiiqadii wararka ayaad weli nagala socotaan haatanna muqdisho xildhibaan cabdulaahi baraag oo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ka tirsan lagana soo doorto baydhabo ayaa maanta sheegay in loo diiday inuu tacsi ahaan u tago magaalada baydhabo diyaaraddii muqdisho uu ka raaci lahaana laga soo celiyey xildhibaan baraag eediisa sidan ayuu u dhigay arrinta baydhabo ka socota dastuurka waxa uu ku farayo inaad ka qaadatan kuu soo jeedinaya lambar wan lambarka labaad baarlamaanka soomaaliyeed oo aan xubinta ka ahay iyo guddoomiyihiisa sheekh aadan maxamed nuur ficilada noocan ah iyo hay-adaha dowladda oo weliba hay-adihii amniga oo samaynaya in shaqadooda dib u eegis lagu sameeyaan codsanaya waxaa intaa ii dheer waxaan mari doonaa dastuurkii heeroosaadka waxa uu ka qabo haddii arrimaha noocan oo crisiska ay dalka gudihiisa ka jiraan wuxuu heerhoosaadkana farayaa xildhibaano tiradooda ee heerhoosaadka caddeeyey inay baarlamaanka u yeeri karaan fasaxiisana la joojin karo waxaan mari doonaa brosijarkaas in baarlamaanka dib loo furana waa codsan doonaa ilaahay idinka wahgaag xubinteennii suugaanta ayaa soo socota ee ha iga fogaanina laascaanood markii ugu horreysay 17 sano kadib calanka soomaaliya ayaa laga xusay kadib markii dadka deegaanka ay si rasmi ah xukunka magaaladaasi ula wareegeen soomaaliland ayaa 12 sano halkaasi haysatay lama oggoleen calanka buruuggale ee soomaaliya weliba dad baa loo dilay calankaasi dartiisa haddaba xuskan siduu maanta u dhacay qiimo nooceese ayuu reer laascaanood
حسكن أقوف فديا. أو ماشي هو رسالة على تقول الصومالية وحاول يبقى بدوينة ولا كده كاي على دمشق هل رأسوا حلقة اسمهم في الصومالية وقامني هل تتعلم الله كورا بي عبد الله عيسى محمود أو حارس الوزاري هو حكومة خلقي حكومة واقع اسمهم في الصومالية عبد الله عيسى هو هالجماعي بسوط لعين هالجماعي دوري الصومالية كل يسأل بقولي أفتني سوغانتي يا صوص عطاية بلسهاتن قضب كاني كفتن كي يقصل كأن آدنو نين ريرمية أيا جبجي يمد وحو الله يا بي نقن كمقال هذا يالو بسمياش نادر bajajada iyo waliba dadka reer magaalka sida u cayileen abdirahmaan buux ayaa wareystay ninkan ila daawada yalla yaadana iga qarin la dhisayaa muska sadqaystaan laa xoolaha inta la yalla ya bartayda arriya asa yalla ya batin xakamada waxa la yaadana hayo kal bajajada la yaadana gol meja saa qoraasata way ka soo jeedaa magaalada jigjiga dhaxeed meja saa dhowrta way ka soo jeedaa faraha waan la yaadana dadka waxaan la yaabanahay dadka jigjiga jooga soo cayilay haweenku waa weyn iyo shiraysi aadna waan taasna waan la yaabanahay soomaali baa saa cayili ma lahayn wali dadka waaweyn oo ka qoordaan maana waan la yaabanahay waxaan la yaabanahay anigoo kaarbardha kulkan joogay ka soo dhaadhaay un baan u imid haween waaweyn oo dhaqaaqula haddaan iyo sii dhowrayna وكي دمي سوال أفنى وحرق وحانو عدوغوتو الليان يعروش تلك وانا يود تكسر عدو نسوع عين مجوى جرن هاتنا حبين تني سوغانتا ودنا هيا وحيا هيدكي ورابنا يديكو مشكلة دقيقة لها وركين تساهين وتشوجو واتكم هالسنتين داوي شديدنا تاني يقولن ضمبة جمعة ونكسن فايدو إنك هذا جاي بس ها send money درست العجها withdraw money أبحد العجها air time top up كشو بشد هرمونيك كوك هذا الكا إي بس باي عج بحنت أمر تكا ميسيا loans and savings أما هذا يكيد كا إي بس global حولادها إي بس مصر كا إيجوا مصر كا banking service هذا جيدا بانجيجا إي بيسا غوركستا يغوبكستا معمي ولي هوري مو مقشري أبليكيشن كه بنانا بي
هدي آدن هراء ومقل بنانا بي وموبيل موني أبليكيشن كو سهلية إنا سيفو دلعاق وقدرتين أدبو استعمالية تلافن كاك عانتك ومبهند إنا الحفيز بوقتين وحان إن أوكي انتي شركة دا التوكل إكسبريس ومدكسي مصوت أنصنو كشقينيسي نظام كحويلاد لعاقها هذا بقى هالكيا يو كشقيا بنانا بي وحاو كشقيا تلك مرايكنك وحان العقدة قدري كرتا أدونك أودن صوماليا إيه كينيا وحان العقدة قدري كرتا أدل يدا موبيل كاقعانتا سيدا ساد سهل إي في سي بلاس إيو إمبيسا كينيا وحا سيدو كلا قدري كرتا أدهيك تي بلاس بانجيكا صنبانك إيو حوالد توكل إكسبريس هذا بقى كفا إيديسو بنانا بي وكو سميسا قيمة ربس بلادن أو أخ لباتن بقل كيبا وحان الغوة أدهيك قيمة شبان